أعزائي متابعي المنصة التربوية السورية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلاقا من أهمية ربط العلوم بالمجتمع والبيئة، يتمثل هدفنا في تقديم مادة العلوم بطريقة ممتعة يدرك التلميذ أهميتها ودورها الكبير في استكشاف عالم الطبيعة. معنا المعلمة رنيم قيس حسن من محافظة طرطوس، ستقدم موقفا تعليميا للصف الثاني مادة العلوم بعنوان لاحم عاشب في كل شيء. تفضلي يا رنيم. صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. هل أنتم مستعدون لنبدأ درسنا؟ نعم. هيا بنا لنكتشف معا عنوان درسنا من خلال لعبة جميلة بعنوان اتصل بي. شاهدوا هذه البطاقات على شكل هاتف، كل مجموعة ستحصل على بطاقة. عليكم باستبدال كل رقم بالحرف المناسب له. مدة النشاط دقيقتان. اتصل يا صغيري بالرقم الآتي لتحصل على عنوان درسنا. شكرا لكم. الآن نستمع إلى الإجابات من الرقم واحد من مجموعة النحلة. عنوان الدرس هو آكل عاشب لاحم عاشب آكل كل شيء. شكرا لك. ما هي إجابتك؟ عنوان الدرس هو لاحم عاشب آكل كل شيء. عنوان درسنا هو لاحم عاشب آكل كل شيء. أحسنتم، إجابة صحيحة. المجموعة التي انتهت أولا ستحصل على 3 نقاط، نقطة على السرعة ونقطة للتعاون ونقطة للإجابة الصحيحة. المجموعة الثانية وهي مجموعة النحلة ستحصل على نقطتان فقط، التعاون والإجابة الصحيحة. إذا عنوان درسنا هو لاحم عاشب آكل كل شيء. لاحم عاشب آكل كل شيء. ما المقصود بلاحم عاشب آكل كل شيء؟ هيا بنا لنكتشف معا من خلال مشاهدة مقطع فيديو تعليمي حول لاحم عاشب آكل كل شيء، وعليكم الإجابة على سؤال مرتبط بهذا الفيديو. هل أنتم جاهزون؟ نعم.
شاهد مقطع الفيديو يا صغيري، لاحظ، فكر، ثم أجب. شاهد مقطع الفيديو يا صغيري، لاحظ، فكر، ثم أجب. أهلاً يا أطفالي، جئتكم اليوم لأحدثكم عن الحيوانات. أنتم تحبون الحيوانات وتحافظون على حياتهم من الصيادين الأشرار. أنتم أصدقاء للحيوانات، أليس كذلك؟ الحيوانات يا أطفالي تنقسم إلى ثلاثة أنواع حسب نوع الغذاء الذي تعيش عليه. هيا تعالوا معي لنكتشف هذه الأنواع. النوع الأول يا صغاري هو الحيوانات التي تعتمد أساساً في غذائها على الأعشاب والنباتات وأوراق الأشجار وثمارها وجذور النباتات أيضاً، كالأبقار والأغنام والماعز والخيول والسناجب كذلك، التي تتغذى على ثمار العديد من الأشجار. ونسمي هذه الحيوانات بالحيوانات العاشبة لأن الأساس في غذائها هو العشب والنبات. أما النوع الثاني يا صغاري هو الحيوانات آكلة اللحوم، وعموماً هي الحيوانات المفترسة صاحبة الأنياب الحادة والمخالب القوية كالأسود والنمور والفهود والثعابين المخيفة والصقور والنسور. وتسمى هذه الحيوانات بالحيوانات اللاحمة لاعتمادها أساساً في غذائها على اللحوم. أما النوع الثالث يا أحبائي فهو الحيوانات التي تتغذى على اللحوم والنباتات في نفس الوقت كالطيور والدجاج، فهي تأكل الديدان التي تعتبر من اللحوم، وتأكل الحبوب كالقمح والشعير والذرة. أما الدببة فهي تحب الثمار والخضروات وتأكل اللحوم أيضا كالأسماك. أما القرود فهي تعيش على الثمار والخضار، ولكنها أيضا تأكل فضلات الحيوانات المفترسة من اللحوم. ونسمي هذا النوع من الحيوانات بالحيوانات التي تأكل كل شيء لأنها تتغذى على النوعين معا، اللحم والعشب. أتمنى أن تكون يا صغيري قد تعرفت على تنوع الحيوانات حسب غذائها. هل تمكنت من ذلك؟ حسناً، سنرى إن كنت استفدت. هل أعجبكم مقطع الفيديو؟ نعم. الآن سنجيب على سؤال مرتبط بهذا الفيديو. صنف الصور الآتية حسب نوع غذائها ضمن الجدول الآتي: بقرة، أرنب، قرد، دجاجة، دب، نمر، حصان، أسد، ثعبان. لدينا بطاقتان تحويان السؤال. نفس انتهينا. شكرا لكم. الآن
نستمع إلى الإجابة من الرقم 2. حيوانات لاحمة: الأسد. أيضا النمر. نعم. والأفعى. والأفعى، أحسنتم. المجموعة الثانية: حيوانات لاحمة: نعم النمر والأسد والثعبان. حيوانات عاشبة: البقرة والأرنب. حيوانات تأكل كل والحصان. حيوانات تأكل كل شيء: الدبابة والقرود والدجاج. شكرا لكم. أكملوا الإجابة. حيوانات عاشبة: نعم الأحصنة. نعم والبقر والأرانب. حيوانات تأكل كل شيء: القرود والدجاج والدببة. إذا لا إن كانت الإجابة صحيحة. حيوانات لاحمة: النمر، الأسد، الثعبان. حيوانات عاشبة: البقرة، حصان، أرنب. حيوان آكل كل شيء: دجاجة، قط، دب. هل إجابتكم صحيحة؟ نعم. نعم، أحسنتم. ستحصلون على نقاط. مجموعة الفراشات ستحصل على 3 على نقطتان، ومجموعة النحلات ستحصل على 3 نقاط لانتهائها. أولا، تعلمت مما سبق: تصنف الحيوانات حسب غذائها إلى حيوانات لاحمة، حيوانات عاشبة، حيوانات تأكل كل شيء. الآن سنرى إن كنا استفدنا من درسنا لهذا اليوم من خلال لعبة جميلة وهي بعنوان الدقيقة الواحدة. سوف أطرح عليكم سؤالا وعليكم الإجابة عليه خلال دقيقتين واحدة، والمجموعة التي ستكتب أكبر عدد من الإجابات ستكون هي المجموعة الفائزة. هل أنتم مستعدون؟ فنبدأ عندما يبدأ المؤقت الزمني. السؤال هو: سمي أكبر عدد من الحيوانات العاشبة الموجودة في بيئتنا. هل أنتم مستعدون؟ سمي أكبر عدد من الحيوانات العاشبة الموجودة في بيئتنا. نعم. 1. الأبقار. 2. الأرانب. 3. الأحصنة. 4. الماعز. 5. الخروف. ما رأيكم؟ هل إجابتكم صحيحة؟ نعم. نعم، إجابتكم صحيحة. ما عدد الحيوانات التي كتبتموها؟ 5 حيوانات. 5 حيوانات.
مجموعة فراشات؟ الحيوان الأول هو البقرة، الحيوان الثاني هو الحصان، الحيوان الثالث هو الحمار، الحيوان الخامس هو الأغنام، الحيوان السادس هو الأرنب، الحيوان السادس هو الخروف. أحسنتم، ما عدد الحيوانات التي كتبتموها؟ 6 حيوانات. إجابتكم صحيحة؟ نعم. نعم أحسنتم، إجابتكم صحيحة. والمجموعة التي كتبت أكبر عدد من النقاط ستحصل على نقطتين، أكبر عدد من الحيوانات ستحصل على نقطتين، والمجموعة التي كتبت عدد الأقل ستحصل على نقطتين. قبل أن ننهي درسنا سوف نجمع نقاط كل مجموعة لنحدد المجموعة النشيطة من بداية هذا الدرس. مجموعة الفراشات ما عدد النقاط؟ 7 نقاط. 7 نقاط. مجموعة الفتحات؟ 6 نقاط. 6 نقاط. إذن المجموعة النشطة في درسنا لهذا اليوم هي مجموعة الفراشات. شكرا لكم. الآن سوف ننهي درسنا بلعبة جميلة باستخدام المعجون. هل تحبون اللعب بالمعجون؟ نعم. نعم. المطلوب هو اصنع حيوانا تفضله والغذاء المناسب له باستخدام المعجون. كل مجموعة تختار حيوانا تحبه وتصنع له غذاء مناسبا له. لنرى كل مجموعة ماذا صنعت. لدي سؤال، هل هناك مدة معينة؟ لا. مجموعة النحلات ستنتهي. مجموعة النحلات ماذا صنعتم؟ صنعنا الأرنب. وماذا يأكل الأرنب؟ الجزر. نعم إنها جزرة جميلة. أحسنتم، شكرا لكم. هل إجابتهم صحيحة؟ نعم. وأنتم ماذا صنعتم؟ الأفعى. الأفعى الثعبان. ماذا تأكل الأفعى؟ اللحوم. اللحوم، أحسنتم. هل إجابتهم صحيحة؟ نعم. نعم، شكرا لكم. الشكر للمعلمة رنيم قيس حسن لتقديمها الموقف التعليمي وفق هدف المناهج المطورة. شكرا لك.